يقول بالنسبة في الصفا أحسن الله إليكم في الجزء الدور العلوي والسطحي وكذا يكون هناك عمود موجود، فيقول هل لازم نحن إيش نلف يعني حول العمود هذا؟ أخي المبارك، دولة وفقها الله وجزاها الله خير جعلت حدودا للصفا ينتهي بهذا الشاذوران وهذا الحديد الذي تسير فيه عربات إيش؟ تسير فيه عربات المرضى هذول والكبار السن إلى غير ذلك، وإن لففت على هذا العمود حتى لا يكون لك وسوسة في نفسك فلا حرج، وإن لم تفعل فقد أديت ما هو مطلوب منك من الحدود في السعي بين الصفا والمروة.